أول شيء أقول الله يجزاكم خير، ما قصرتوا وبيض الله وجيهكم. وبالنسبة لمحمد ما قصر معنا وجزاه الله خير، يعني أسأل الله له التوفيق. وإذا كان فيه كلمة فإني أوجهها لكم أنتم، أنكم توقفون مع محمد ويعني تحاولون أنكم توجهونه للطريق الصحيح. أسأل الله أن يحفظ الجميع إن شاء الله.